ليش ما يعني ما بعرف انه ليش ما عم تتطبق يعني مثلا مثل جارون وغيره وامثله كثيره بهذا الاطار. بتطبق، هنرجع نقول المراقبه والمتابعه. هو ممكن انا اطبقها ازاي وكل واحد مننا يطبقها ازاي؟ اذا شافها يبلغ عنها، دي هنساعد في تطبيقها. بالاضافه الى في داخل المدن وخاصه مثلا مدينه زي مدينه نصر، في عوائق كثيره غير قانون المرور. ايه هي مثلا؟ التراخيص اللي بتمنح للعمارات السكنيه. انا المفروض النهارده بدي ترخيص لعماره سكنيه اشترط عليه ان هو يعمل لي جراج تحت العماره. انا لو عملت كده على الاقل ان لم ينهي المشكله تماما هيحد منها جزئيا ومن تضخمها كمان. ثانيا يعني العبء كبير قوي على اداره المرور بالفعل، لان كل شيء عليها بالنسبه للمرور. لو يمنح يصدر تشريع يكون للادارات المحليه تنفيذ هذه الجزئيه بالذات داخل المدن الكبيره وداخل المدن الرئيسيه تحديدا، هيكون لها حل كبير جدا وهتساهم في الحل. يعني اذا المشكله عندنا فضلا عن وجود اصلا ثقافه. ما هي الموضوع لو في ثقافه وثقافه منتشره ان الركنه دي زي ما انت بتعطلني انا هعطل غيري وهعطل غيري وهعطل غيري، نعطل البلد كلها. ما هو كل واحد بيبص من دافع الشخص ليه. طب الاشخاص اللي بيركنوا او بيحطوا لافتات قدام منازلهم او بيحطوا حديد ممنوع الوقوف، غرامتهم شو؟ في حال انا تشكيت عليه هذا الشخص شو كيف بيكون العقوبه؟ عباره عن شو؟ ما هو بيكون عقوبه على الشخص. يعني انا حاطط قدام العماره، اكيد اللي حاطط الحديد ده واحد شخص، هيبلغ ضده، هيبلغ الوحده المحليه او المجلس المحلي او اداره المرور ان فلان الفلاني ده عامل وضع حديد، هيروحوا هيسالوه، هيعمل محضر يتوجه لاسم المرور او اسم الشرطه التابع للمكان او المجلس المحلي بتاع المدينه. دي كله مكلف بازاله هذا الاشغال. على هذا الاساس هيطبق القانون. طب ليه ما بلغته؟ ده جزء تاني من المشكله. طبعا انا واحد من الناس بلغت عن احد الاشخاص، لكن في ناس تانيه بتقول لك هو في النهايه جار واحنا مش عاوزين نخسره، فبيتكلموا معاه. بعضهم بيشيل الحديد ده والبعض الاخر بيقول لك لا انا مش هشيل الحديد، وبتبتدي بقى المشاكل من هنا. الخناقات، هو يحاول يشيل الحديد، الجار التاني يشيل له الحديد بتاعه او يكسره له بالعرب. يعني تبقى هنا بقى بدايه المشاكل ما بين الناس بسبب الركنه. انا عاوز اقول لك ان جزء من مشكله الحديد ده بيت مرض عند بعض الناس. يعني انا في مدن جديده فاضيه، الاماكن فاضيه، اركن في اي مكان فتلاقي واحد عامل السلسله وحاطط حديد قدام العماره عشان يركن عربيته. طب ما المدينه فاضيه تشيل 100,000 عربيه، انت ليه بتعمل حديد؟ فهو بيت ثقافه عند الناس انه هذا انا حاطط ايدي هنا، هي سيطرتي بالعافيه. فهي دي المشكله فعلا. نعم. راجح بلغت عن اي مخالفه؟ في بيتي برضو كان في حاجه زي كده، انا بركن في برك، ف لكن قدامي برضو اللي معايا في العماره عاملين موضوع الثالث الحديد، فهم تقريبا كان في اربع حارات هم عاملينها قدام البيت، بس هم ما كانوش موجودين، فعربياتهم كانت معاهم يعني كانوا خارجين بيها، فقفلوا الاربعه. فيجي ناس مش من المنطقه بتقضي مصلحه جنبينا فعايزه تركن، فلقيت ده مقفول، فبقى كده بقى خدوا يعني حاره ثانيه بره، لان هو كده ركن بالعرض بره دوت، فعمل مشكله اكبر ان الطريق قفل، لان هو اصلا قافل بالحديد، والعربيه جت ركنت بره الحديد، فقطع من الطريق اخطر، وكمان ساب العربيه ومشي. فلما اصحاب المكان جم عشان يجوا ويركنوا عربيتهم ما لقوش صاحب العربيه، فحصلت مشكله وتطور، لان هم فتحوا العربيه وهو جه بعد كده، فعملوا خناقه كبيره. كل ده بسبب الحديده، يعني الموضوع كبير كده عشان خاطر الحديده اللي هو عاملها. فتت بخناقه انت شخصيا حول هذا الموضوع او اي؟ لا والله انا يعني مسالم. يعني اللي بيقولوا عليه بياخدوه عشان حتى على راسي ما في مشكله. ما فيش مشكله، يعني بقى هي مخبوطه عادي، ما فيش مشكله، حصل كده خلاص. يعني اصل هعمله ايه؟ يعني حتى لو انا معايا سايس وبديله في الشهر متفق معاه، باجي اخر ثاني يوم باجي، في مره جيت لقيت كله متدغدغ من قدام، قال لي موتوسيكل طلع من فوقيها. طب هقول له هات حقها؟ خلاص هو اصلحها، عمل كده، ملهاش حق. ليه ما بتتشكوا؟ بدي اشوف، ما زال عم بيقول بالقانون فيكم تحافظوا على حقكم وفي مرجعيه بتروحوا لها، ليه؟ هو لانه جيران ولا ما بدكم تفوتوا بمشاكل او لانه مسنود؟ لا يعني نحكي الامور بصراحه، خلينا ناخذ وجهه يعني نظر. طيب والله يعني اصل الموضوع مش هيبقى له اخر. يعني لو مثلا موضوع السلسله ده حصل مشكله كبيره فيه، انت دلوقتي وقفت له في حاجه زي كده، هو بعد كده جارك دوت ما بقاش جارك بقى خلاص، هيشوف لك حاجه بعد كده هترصد لك فيها. ما هي خوفا من الانتقام. خوفا من الانتقام، هيدا اذا بقيت بالسياره بيكون منيح، يعني ما طال لشيء ثاني. يعني هو بقى يشوف ورايا الموضوع، مشكله تبقى عناد
الموضوع هيكبر هيكبر اكتر. فالموضوع عشان ما بحبش ان واحد يكبر يعني بيحاول يلمه زي ما بيقولوا يعني. هدي كان عندك تعليق انه مش كل الناس هتقدر تبلغ وتجبر المرور او تجبر اسم الشرطه او الحي انه هينزل. انت هتروح تبلغ هيقول لك شكرا مع السلامه خلاص ما حدش يعمل اي حاجه خالص الا لو كان عندك وسيله ضغط على الاجهزه المسؤوله عن ده او عندك واسطه فتكلمهم فيضطروا يشتغلوا. يعني منتزه جاردن سيتي دي بتركن صف تاني وتالت والدنيا كلها مقفوله مفيش ما بتعرفش تعدي وانت ماشي على رجليك. وفي النهايه بيجي امين الشرطه يلف لفته وياخد الفلوس من كل السياس اللي موجودين واحد واحد. اوف هذا كلام ياخد خطير. ياخد الفلوس تمام كلام خطير. الاستاذ يقول لك بعد الساعه 4 انا مش مسؤول عن العربيه لان بعد 4 هيجي امين الشرطه هو نفسه يروح ملزق مخالفات على كل العربيات. ده بيحصل يوميا وعندنا دليل على يعني عندنا دليل على ده. فده بيحصل في جاردن سيتي وبيحصل في كل اماكن كتيره في القاهره. استاذ سليمان